ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وما زلنا متواصلين معانا الفقرة الطبية. طبعا دايت يعني حرمان. أول جملة بتيجي في بالنا لما نسمع كلمة دايت أو بنقرر إننا هنبدأ دايت. طيب عقلنا بيبدأ يصور لنا إن داخل على مجاعة. طب آكل طبق المحشي ده؟ طيب قبل ما أبدأ الدايت ولا شوية بس آكل شوية المكرونة بالبشاميل دول النهاردة؟ يا نهار أبيض، كمان بسبوسة وكنافة؟ طب آكل منهم إيه؟ طب أنا هاكل الأول وبعدين أبدأ الدايت. يوم ورا يوم وبعدين لا ببدأ دايت ولا ببدأ أعمل أي حاجة، لأنه للأسف عقلي بيصور لي دايما إني داخل على حرمان. بس هل ده حقيقي؟ هل فعلا الدايت حرمان؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور احمد نوبل، اخصائي التغذيه العلاجيه وعلاج السمنة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا. مقدمه تفتح شاي. صح كده. كل الاكل الجميل ده، لانه فعلا احنا دي حال كل الناس اللي بتبقى نفسها تقدم على دايت، وغالبا احنا اكتر حاجه بتخلينا نبقى يعني بناخر المرحله دي هي فكره الحرمان. بالظبط، فدي نقطه بتهم الناس كتير قوي. والله مش بتخلينا ناجل المرحله، بتخلينا ما نبداش دايت اصلا. ودي اكبر ناس غلطه. ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. بالزبط. والنهارده احنا بشكر طبعا حضرتك في الاول انه اخذت موضوع يعني اصدقائنا اللي بيسالوا من خلال اسئله كتير بتجيلنا، ان احنا نرد عليهم بقى كده باستفاضه في القصه دي. حلو. اول حاجه فكره الدايت، لو انت حطيت نفسك اللي انا طالع مهمه همنع فيها واحد واثنين وثلاثه واربعه، فكده حضرتك بتحكم على الدايت من الاول بالفشل. تمام. ليه؟ لان بكل بساطه الدين بيقول لي ان هو اكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صحيح. جميل؟ ما قالناش اقطع كرب، اقطع بروتين، اقطع سكر، مفيش الكلام ده خالص. صحيح. الحكمه كلها في الكلمتين اللي قلتهم. هتاكل وهتشرب بدون اسراف. كويس. فبالتالي الدايت عمره ما كان حرمان ولا هيبقى حرمان، لان وانس ان انت فكرت ان انا هبدا ادخل معسكر بقى، هقطع اكله وهقطع شربه وهقطع انت كده من الاول انا رايح فاشل. فبكل بساطه هتاكل اللي انت محتاجه، الرز واللوبيا الجمال اللي شفناهم دولت ولقمه القاضي وكل حاجه. صحيح. فعليا بتحبها او حتى مش بتحبها هتاكلها. اوكي. بس بالكميه. طب الكميه دي بقى بترجع لايه؟ في حاجه عندنا اسمها الديلي انتيك، او خلينا نتكلم بالعربي كده بكل بساطه. أيوة. جسمك محتاج سعرات حراريه يوميه قد ايه عشان يا يثبت يا يخس يا يزيد. كويس قوي. خلينا نجيبها كده بكل بساطه. هاي. انت راجل عايز تخس، احنا خلينا نقول ان جسمك تقريبا محتاج 2000 سعر حراري. يعني 2000 سعر حراري؟ محتاج بطاريات. البطاريات بتاعتها كل يوم 2000 سعره. كويس. عشان جسمك يثبت. فبالتالي انت لو عايز تخس بنقلل تقريبا 500 سعر. هاي. فبتاخد 1500 سعر. كويس. خد بقى ال 1500 سعر دولت من كنافه، مش هقول لك لا. خدها من لقمه القاضي، مش هقول لك لا. خدها من اللي تاخده. المهم في الاول وفي الاخر لما ابدا يومي وانهي يومي ما بقاش اخدت من اكتر من 1500 سعره المسموح لي. مظبوط. فبالتالي الدايت ما بقاش حرمان. كويس. انا هاكل اللي انا عايزه، بس انا لما ابدا احسب ال 1500 مثلا، الخمس لقمه قاضي. أيوة. الخمسه مثلا مع بعض فيهم مثلا 600 سعر، يبقى انا فاضل لي كام؟ 900. هايل. هبدا انا اقلل اوزعهم بقى من حاجات تانية، وجبات اخرى هاكلها على مدار اليوم. بالظبط. فانا لما بفهمك الكونسبت ده، لما بفهمك المنظور ده في الدايت بتحس ان الدنيا بقت سهله جدا. مفيش حاجه اسمها. اكتر سؤال غلط بيقابلنا في حياتنا دكتور، هو الصنف ده الفلاني بيدخن ولا بيخس؟ ايه الكلمه دي؟ لا مفيش حاجه كده. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اقابلها في السؤال ده الميه، لان الميه زيرو سعرات. اوكي. تمام. اي حاجه تانية لو اكلتها بشكل كبير هتخنك، زي المانجا مثلا. المانجا في ديبيت علاج دكتور، المانجا بتخسس ولا بتخن؟ لو اكلت لك 10 مانجات خدت زياده من سعراتك الحراريه هتدخل. الخيار لو اكلت 100 خياره خدت سعرات حراريه عاليه هتدخل. مع ان ده شويه مع ان ده يعني سعراته الحراريه منخفضه. فعشان الناس ما تتوهش مننا، الدايت مش حرمان. الدايت هتاكل اللي انت عايزه بس في خلال سعراتك المتفق عليها. هايل. مين بقى اللي هيحط لك السعرات دي؟ هي بقى شركه اون تارجت. كويس. تمام. احنا في الشركه بنقدم حاجتين مهمين جدا بيكملوا بعض، ما ينفصلوش عن بعض. منتج اسمه الاناسيلين. المنتج ده بكل بساطه عشان الناس تفهم الفكره. أيوة. كلها. ايوه اشرحوا لنا يا دكتور من فضلك. سفن بكل بساطه. في حاجه اسمها الياف. اوكي. سيليوم هاسك. الالياف ده ربنا خلقها ليها طبيعه، ان اول ما بتشم الميه او ما بتشوف ميه بتتنفخ. كويس. فبتعمل لي بالون في المعده.
حلو قوي. جميل. فانا باخد الكيس على كوبايه ميه بشرب، وبعديها باخد بعديها كوبايتين ميه. انت لو رحتي دلوقتي رحتي للدكتور وعملت سونار على معدتك، هتلاقي ان المعده ثلاث ارباع حجمها فيها بالونه معده مليانه. اه طبعا. جميل. فانت كده معدتك اللي كانت بتستقبل مثلا كيلو اكل بقت تستقبل ربع كيلو اكل. قننا. فانا كده ارغمتك على عدم الاسراف. كويس كويس كده. وبحاجة طبيعيه يا دكتور، حاجه طبيعيه، ما احناش قلت الياف ايه؟ الياف طبيعيه. طبيعيه. جميل. بتتاخد تقريبا مره في اليوم او مرتين حسب حجم معدتك. دي بتختلف بقى من شخص للتاني. وهنا بقى اللي يبدا يديني للمنتج التاني اللي انا بتكلم عليه، وده منتج ببلاش على فكره والله. طب المتابعة. ايوه الفور فري من الدكاتره عندنا في الشركه. اوكي. احنا مش بنديك منتج فقط ان انت تروح خده مره مرتين في اليوم وبعد كده تاخده مع نفسك كده. لا, 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 لا احنا في متابعه معاك طبعا، مع دكاتره. سيستم كامل من الدكاتره. انت اول ما بتكلمنا على الارقام طبعا اكيد اللي ظهر على الشاشه بتاعه هنتكلم عنها دلوقتي وعلى الصفحات وكل حاجه. تمام بالظبط. بتبدا تملى ابلكيشن. الابلكيشن ده انا ببدا اشوف فيه مريض سكر، مريض ضغط، حالتي المرضيه بقى، الهيستوري بتاعي، كل حاجه. عشان الدايت بتاعك غير دايت بتاعي، صحيح، غير دايت بتاع طفل صغير، غير دايت بتاع حد كبير، غير دايت بتاعه واحده بوست منبوز بعد انقطاع الدوره. كل واحد وليه توصيف للدايت بتاعه. كويس. مين اللي بيحطه؟ فريق طبي كامل بيحطه لك فور فري. بنبدا بقى نوظف لك فيه الانسيليوم في النص. ليه الانسيليوم هو عمود فقري لاي دايت في الدايتس الكتير احنا قلنا عليها؟ لان اللي احنا قلناه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، عمليه الاسراف التقنين هو ده بقى اللي بيقننها. صحيح. فهو الانسيليوم اللي هيخليني بدل ما اقول لك مثلا بدل ما تاكل طبق رز كبير، كلنا بنحب الرز والمكرونه والكلام ده كده كله، هتاكل مثلا خمس معالق. لو قلت لك من غير انسيليوم مش هتمشي. لو قلت لك مثلا النهارده حضرتك ما شاء الله عامله، يا دكتور احنا نلاقي حاجه عامل مساعد لينا. هو ده طبيعي. احنا على فكره هي الصراحه في الامور اللي زي دي بتبقى حاجه كويسه. احنا سمينا ايه؟ سمينا مكمل غذائي. احنا طبعا مرخص وزاره الصحه. طبعا أكيد. طبعا وزاره الصحه مدينه ترخيص كايه؟ مكمل غذائي. ليه مكمل؟ لانه بيكمل احتياجي او بيكمل عجزي اللي انا اعمل النقطه ديت. انا النهارده مثلا شايف عظيمه ما شاء الله عامله شويه رز وشويه لوبيا عظيمين جدا من غير انسيليم هقعد خلاص. طب اوكي خليني ابقى صريح معاكي. تمام. طب انا لو خدت حاجه تضحك على معدتي وتملى ثلاث ارباعها، انا هيبقى فاضل ربع لاكلي ولشربي ولنفسي. هايل. فانا يا دوب حاجه تلاقيني باكل ثلاث اربع معالق وانا من نفسي خلاص مش قادر. انا عايز اقول لحضرتك في حالات ثانيه انا بقول لها لا انت لازم تكملي ست سبع معالق. تقول انا مش قادره. لا لازم. ليه بقى بقول لها لازم؟ جسمك محتاج اكل. اوكي. انا بعمل عجز في السعرات، بس مش معنى ان انا اعمل عجز في السعرات ان انا هبطها بقى. فهمت. عشان كده الجزء الثاني انا بتكلم عليه مهم قوي. ان في دكاتره بتتابع معاك تقول لك خلي بالك هتاكل النهارده كذا، بكره هتاكل كذا، بعدها هتاخد كذا، النهارده هتاخد بروتين عالي، بكره هتقلل شويه بروتين، بعدها هندخل في كارب سايكل، بعده قصص كده كتيره جدا. وينفع بقى لو حد، طب يا دكتور مش عايز يخس وعايزه دلوقتي انا احافظ على وزني بس خايفه اكل كتير ومش عايزه، وعلى فكره في ناس كتير كده كبير جدا من زي حلو. زي حالاتي كده وانا كده اعمل ايه؟ بص هديكي كيس استدي فيا انا. اوكي تمام. انا كنت 120 كيلو والناس كلها عارفه الموضوع ده، وخسيت لغايه 60 كيلو ما شاء الله. وبعد كده تاني انا زدت عشان بلعب بطوله، عايز وصلت ل 80 كيلو. انا كان معايا في كل الخطوات ديت. ليه؟ في الاول انا عايز اخس، فكان هو العمود الاساسي معايا الانسيلين. ارتكزت عليه كده بستخدمه من 4 سنين. الناس اللي متابعين على السوشيال ميديا وفاهمين ان انا الكلام ده مش مجرد اعلان، والكلام ده انا فعلا بستخدمه. اوكي. فكان بيملى جزء من المعده كبير، فقدرت اخس بيه لغايه 60 كيلو. طبعا مع رياضه مع لايف ستايل اصلا طبعا مختلف. لازم طبعا مكمل. لازم تساعد نفسك بالاراده وبالرياضه وكل الكلام ده. صح. هو هيديك قوه 60% عليك انت 40%. صح. جميل كده. نزلت بيه. بعد كده انا دلوقتي عشان اطلع من 60 ل 80 دي سهله، تاكل حاطط خمر. صحيح. طب انا عايز اثبت 80 لغايه ما اوصل لبطوله شهر 12. التثبيت ده مهم قوي يا دكتور. دلوقتي لشهر 12 هثبت ازاي؟ برضه انا كدكتور انا عارف هعمل ايه. انا هاخد مثلا النهارده ال 2000 سعر بتاعي. اوكي. بكره هقلل شويه، فهو هيدخل معايا يزود عجز السعرات ديت. يعني انا بكره هاخد مثلا 1000 سعر. اوكي. طب انا جسمي محتاج اديله انسولين. هيسد معاك. يعني حضرتك تقصد احنا هنمشي عليه برضو ديلي زي ما احنا كل يوم، ولا ممكن اخده يوم لو انا حاسه يعني قدرتي ان انا مش هاكل كتير
تمام، لو انا حسيت اني هاكل اخده هديك تو اوبشنز. يا اما هتابع معانا كدكاتره هنقول لك تعمل ايه، زي ما انا متابع مع نفسي مثلا انا عارف انا هعمل ايه. وانت لما بتوصل لنقطه معينه في الدايت اللي انت خسيت انت بتبقى خلاص فاهم جسمك. بمعنى انا عارف هستخدم الانسيليوم مثلا، انا خلاص وصلت مثلا الوزن اللي انا محتاجه. صحيح. تمام، عايز اثبت، انا عارف انا النهارده هقدر اعمل كنترول عشان نقطه برضو الانسيليوم مع الوقت بتقل حجم المعده، فبتبدا تبقى اشطر ان انت تكنترول على معدتك. يا ما هو الواحد بيتعود صح على كميه الاكل اللي داخله له قليله فبيتعود عليها. بالظبط. كمان هو الحجم الجسم لما كتلته بتقل طبيعي ان معده انسان وزنه 120 كيلو مش هي معده انسان وزنه 60 كيلو. صح. وزنها حجمها بيصغر. هتقل. مظبوط. فانت بس بتبقى قادر بشكل افضل تعمل كنترول على معدتك. كويس. تمام، فبتلاقي جرعه الانسولين قلت معاك لان انت خلاص اللي كان بيدولك الانسولين بيديك 60% سيطره، انت دلوقتي بقيت شاطر والانسولين عودك تعمل كنترول. فانت تقدر تعمل كنترول، بس بتيجي بقى دروبات زي رايح فرح جاي النهارده مشافه عظيمه فهعمل ايه؟ هاخد كيس. اوكي. عشان زي كده قبل الهواء ما طلع انا عارف ان انا داخل تديني لقمه القاضي فمش هينفع اكسفك، فواخد كيس، خدت واحده الثانيه خلاص انا قافله معايا. مش هقدر، انا مش هقدر يعني مش هقدر اخد اكتر من كده. قبل الوجبه على طول بنص ساعة. ساعه كويس. انا مش هقدر اخد، انا لو اديتيني فعلا معدتي مش هتستقبل خلاص. خلاص انا قدامي مغريات جامده ومنشيف ما شاء الله، ربنا يخليك. فالموضوع لو ما قدرتش اعمل كنترول على نفسي، انا عارف ان انا داخل دلوقتي كمين هدخل باب الاستوديو ده هلاقي اكل ولازم هاكل والنفس امر بالسوق، فرحت جاي واخده قبلها بنص ساعه فدخلت انا فعلا انا مش قادر، ويمكن قدامك عزم على اكتر. حضرتك قلت مش قادر. انا فعلا مش هقدر. ليه؟ طب قول لنا يا دكتور، كلمنا بقى بما ان الشركه احنا عايزين نعرف الكورس اللي متقدم، يعني كلمنا عشان برضو اصدقائنا اللي بيتابعونا عايزين يعرفوا اكتر ايه اللي متقدم من الشركه. كلمنا عن الكورس الخاص احنا بكل بساطه. في هتكلمنا هنقول التواصل بعد كده. تمام. علشان اصدقائنا يركزوا ويصوروا من على الشاشه. هنقولها في اخر الحلقه. انت هتكلمنا هتقول مثلا انا وزني كذا، تبدا تملى ابلكيشن في اسمك وشويه بقى تاريخ مرضي بتاعك، عندي ضغط، عندي سكر، عندي مقاومه انسولين، عندي عندي عندي. صحيح. عندي سني، موقعي ايه، عندي كم طفل، عندي الاكتيفيتي بتاعتي في اليوم، بعرف العب رياضه، بعرف لا عملي مكتبي، ربه منزل، بارامترز كتير قوي. كويس. عشان حضرتك تعرف ادائها اليومي، هي بتخرج بتعمل بالزبط. رياضه ما بتعملش الحاجات دي مهمه. في حاجات طبعا كتير قوي مهمه جدا طبعا. المعلومات دي كلها هتفيدك وهتفيدني معاك، هتفيدني ان انا احط لك السيستم الصح اللي تقدر تمشي عليه، اساعدك على الواقع. مظبوط. وهتفيدك انت كمان، هديك حاجه بيس اوف كيك، هديك حاجه سهله. يعني مش هدخلك بقى في قصه اللي انا لا انت لازم تلعب لي رياضه. طب انا قايل لك ما بعرفش العب رياضه، او وقتي ما يسمحش، او عندي اي ظرف. صح. انا هديك الحاجه اللي تقدر وهبقى واضح معاك من الاول. انا هقدر اوصلك للهدف ده خلال مده كام شهر. كويس. او مده كام اسبوع. عندك فرح وعايزه مسادك تقل بسرعه، لا دلوقتي لازم تبقي معايا بقى صريحه. يعني هقول لك مثلا هتلعبي لي مثلا نص ساعه في الرياضه في البيت مع كورس الانسيليوم، انا في الاول في الاخر انا كوميتد معاكي، انا زي عقد بيني وبينك ان انا هخسسك بعد الاسبوع ده، بس تمشي بالنظام ده. اسمعي كلامي. كويس. كده احنا بنقدم حاجتين، بنقدم كورس مع الاهم من الكورس المتابعه الغذائيه الكامله من الدكاتره خلال اللي تقدر دي. توظف الكورس ده. طب دكتور اسمح لنا ناخد نسمة معانا على التليفون. اهلا وسهلا. اهلا. ايوه اهلا بيكي يا استاذه نسمه، اتفضلي. اهلا بحضرتك. تمام. انا كنت حابه بس اقول لكم ان تجربتي فعلا مع الانسولين فرقت معايا كتير. طب قولي لنا كده، قولي لنا كنت كام وبقيتي كام وخدتي بقالك قد ايه؟ كنت 85. ايوه. و 72 دلوقتي. جميل ما شاء الله. 13 كيلو اراوند 13 كيلو. بالظبط. بدا قبل رمضان بحاجات بسيطه. ده خمس شهور. حلو حلو قوي. كويس. لا لا ثبتت ولا لا؟ كتير قوي قوي. و انت طولك كام طيب؟ 155. انت عايزه تخسي لك مثلا قولي 10 كيلو. انا لسه يعني انا لسه برضو، بس ايه حته ان انا البس الهدوم عليا دي تبقى مظبوطه او تبقى واسعه. لا لا لا، دي كانت شوت كبير في حياتي كبيره. ان انا عملت عمليه المراره وعلت بمعدل 15 و20 كيلو بعديها. مين من الدكاتره تابع معاك يا نسمه؟ دكتوره داليا. ايه رايك؟ ايه رايك في دكتوره داليا؟ لا 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 خطيره. وهي بتقول لي على كمان على رجيم كمان امشي عليه، وعلى نظام غذائي كمان امشي عليه. ان انت خلاص انت كمان انا سيليوم بيعمل لنا حاله شبع كبيره. انا حتى لو هي
ممكن العشاء ده كمان انا لغيته من حياتي خالص. يا بس هي واضح انها مجتهده بتمشي على نصايح. سكريات مفيش اصلا خالص دلوقتي، مفيش سكريات اصلا. كويس. هقول لك ليه برضه هات السكريات. وكمان في حاجه كمان، اليوم الفري اللي احنا بناخده مش بتقدري تاخديه فري، ما انت بطنك قفلت. ما بتكمليهوش برضه يا نسمه، يعني ما بتقدريش تاكلي طول اليوم. لا لا، انت بطنك قفلت، انت مش مستحمله تاكلي الوجبه اصلا كلها. كويس. والعشاء خلاص بقى نوي عشاء مفيش. وما كانش ليكي اي مشاكل معاه خالص؟ بصراحة. طب على فكره انا كان عندي مشكله قبل الانفلين. قولي لنا. كان عندي المراره عملت لي عدم هضم. صح، المراره بتسبب. كانت بتعمليش هضم خالص سواء اكلت اي حاجه. لا الانفلين لا 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 خالص، عمل لي هضم جامد قوي بقى. كمان ان هو كفايه ان هو بيدخل لك الاكل حبه بسيطه علشان ما يكدسش كمان المعده. انت حتى لو اكل دايت على فكره، لو اكل حتى خفيف بيبقى ممكن ما تخلصيش نصه. طب كويس، دي حاجه حلوه قوي. طب انت لسه مكمله صح كده؟ انا لسه مكمله، ولسه كمان كنت في المصيف، وطبعا انت جو المصيف بياكل. تمام كده فهمت الكلام ده برضه، هناك الدنيا قافله خالص. حبيبتي طيب، ده حاجه كويسه يا نسمه. طبعا انا بشكرك. الحمد لله الحمد لله. عايزه تقولي حاجه؟ طبعا عايزه تقولي حاجه ثانيه؟ انا تمام، وبحب اشكره من الستاف كله، خطير. طب الحمد لله حبيبتي، شكرا. ماشيين معايا خطوه خطوه بصراحه، وكل شويه يغيروا لي معدل الدايت كله. كويس جدا، شكرا ليك يا نسمه بجد، ميرسي لمداخلتك. نكمل لدكتور جزء السكريات. هوصل لها، بس هي نسمه كل اللي انا قلته حصل معاها. عايز بس اعلق على النقطه. هي تقريبا خسّت 13 كيلو في 6 شهور. ودي حاجه صح. اوكي. بمعنى انا ممكن في حاجات غير مرخصه. خليني بقى ابقى واضح وصريح كده في كلامي. في ادويه غير مرخصه ممكن تنقص لك 13 كيلو دولت في اسبوع. بس هنرجعهم نزيدهم بالضعف. لا. لا، في ناس بتزيد الضعف يا دكتور. ممكن ما نرجعش اصلا. ويحصلوا ايه بقى؟ يتوكل على الله، يروح ما يرجعش. يا ساتر يا رب. عشان كده بقول لك خليني واضح وصريح جدا. اي دواء ما تدخلهوش جسمك غير بترخيص. الموضوع ده دخلت فيه لانه جديد. امان، ما هو انا لازم ابقى مطمئنه. فن وزاره الصحه هي اللي بتقول لك ده امان ولا لا. صح. تمام؟ الحاجة السريعة انت مش عارف، انا كدكتور اقول لك بقى دلوقتي ممكن تدخلك في حاجة اسمها كارديك ستيفنس، تيبس في عضلة القلب، وتبدا تدخلك في الريست، قصص كبيرة جدا. احنا في غنى عنها. لا، واحنا بنتكلم كمان بنخاطب الفئة اللي بتدور على الحاجة الآمنة. صح. المرخصة اللي آمنة لكل الأعمار وكل الشخصيات. احنا في بلد قانون. تمام. أي شيء تديه وزارة الصحة، بالذات في الدواء، تديه وزارة الصحة أبروفل، خدوه خدوه. طب قول لنا يا دكتور التواصل عشان ما تعديش الوقت قبل ما نقول لاصدقائنا. طب احنا عندنا ثلاث طرق للتواصل بكل سهوله دلوقتي، الناس عندها كلها واتساب. ايوه. في ارقام اكيد ظاهره على الشاشه دلوقتي. الارقام اللي موجوده دلوقتي دي ظاهره، شركه اون تارجت فارما. بالظبط، كلمونا على الواتساب. هتلاقوا طبيب اطباء بيتواصلوا معاكم، بيردوا عليكم، بيدوكوا الابلكيشن اللي اتكلمنا عليه، كل الكلام الممتاز ده. كويس. وفي طبعا صفحات السوشيال ميديا دلوقتي، الناس كلها قاعده فيسبوك وانستغرام. طبعا ننزل الصفحات بعد اذنكم. عندنا تظهر دلوقتي. ايوه تسلم. دلوقتي ادي الفيسبوك، عندنا صفحه باسم اون تارجت فارما. ايوه. دي الصفحه باسم الشركه. كويس قوي. وفي صفحه فيها كل الحاجات يا دكتور، عايز يسال ويشوف هيشوف بقى ريفيوهات وهيشوف كل حاجه. ويشوف كل الحاجات. دلوقتي الناس كلها يعني لو واحد دخل حتى بوست فيدباك او نيجاتيف فيدباك، كل حاجه ظاهره دلوقتي. موجودة دلوقتي. كله ظاهر يعني. في صفحه تانية باسم دكتوره خبيره التغذيه نهال حافظ. نهال حافظ. ديت برده على الفيسبوك. ونفس الصفحتين دولت برده على الانستجرام، اسم اون تارجت فارما وخبيره التغذيه نهال حافظ. تمام. انا طبعا يعني دي حاجه جميله. صفحه الانستجرام. ايوه الانستجرام كمان لمحبي الانستجرام، عشان يبقى انت ما حرمناكوش من حاجه. بالظبط. احنا برده بنخاطب هنا الفيسبوك، بنخاطب اهالينا، والانستجرام بيبقى شويه مجتمع الشباب. ايوه شبابي شويه. فاحنا بنخاطب جميع الفئات، لان هو كويس. مناسب لجميع الفئات. طيب وجميع الاعمار يا دكتور؟ طبعا طبعا طبعا. وامن مش انا بقول، وزاره الصحه. تمام. خلي ان كل مقام مقال، انت طالع في برنامج محترم على قناه محترمه، مش هطلع غير بوزاره الصحه. انا طبعا بشكرك يا دكتور بجد وميرسي. ويعني الوقت لسه احنا يعني هيبقى في بيننا لقاءات كتير ان شاء الله، وهيبقى في موضوعات وكل اسئله حضراتكم اللي عاوزينها، سواء من خلال الصفحات اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي متابعتكم من خلالها، او من خلال عايزين تبعتوا لي من خلال صفحتي الشخصيه برضو، شيء يشرفني. وطبعا دكتور احمد نوبل اكيد هيرد علينا في كل اسئله حضراتكم. طبعا اسمحوا لي في البدايه اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده، دكتور احمد نوبل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني.
وميرسي لانك يعني انت نموذج للشباب مشرف وتكلمنا بطريقه بسيطه. ففي فئه كتير وشريحه كبيره هتبقى ممتنه جدا لطريقه حضرتك دي. بشكرك جدا وبشكر طبعا كل اصدقائنا المتابعين من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا لمتابعه حضراتكم. اتمنى دايما نكون عند حسن ثقتكم. ومن هنا لحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.